معلم مش عم تشوف. صباحو للي عنده صباح ومساء للي عنده مساء وتصبح على خير للنايمين. شو عم نشوف؟ الابل كل ما تغيب بتغيب بتجيب لنا قنبله. هلا جابت لنا قنبله مصغره هوم بود 2. الهوم بود 2 اول شيء 4 انش، ثاني شيء ما بقى بنشغل عقلنا هو بيشغل عقله، بتحطه حد الحيط بدل ما الاربعه ستيريو يشتغلوا بيوقف اللي من ورا وبيزت لقدام. شوف بيوصل مع بعضه، بتحط ميكرو بتعمل كاراوكي بالبيت، لونين اسود وابيض، 4 انش ووفر، روم سنسينج، سبيشال اوديو ويز دولبي اتموس، 4 مايكرو ديزاين، ملتي روم اوديو ويز اير بلاي. هول بس بقلبها اكيد مميزاتها اكثر، بس تفتحها وتسمع صوتها نام يا بابا. خلينا نفكركم بشوية اغراض للابل اللي بده يتابع الكولكشن. هوم بود صار حقها $100 كل الالوان، ايربود ماكس خليها مخفية، كله عم بيكسر باسعارها بس ما عنده اياها. كل الالوان عنا، الماجيك ماوس لونين وايت وبلاك، عنا الماجيك التراك باد، واخيرا وليس اخرا الابل تي في ايثرنت وواي فاي. سماع ايثرنت وواي فاي القديمه والجديده موجوده كلهم بستار كول. تشاتينج بنعطيك السعر مشان ما حدا يوجعه قلبه، وهلا صار فيه يقول لك يلا روح.